بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم نفلا قبل أن يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم نفلا قبل أن يقضي الفرض الذي كان عليه دين؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن الأرجح أنه لا يصوم إلا الفرض، يبدأ بالفرض. من كان عليه فرض على رمضان أو نذور يبدأ بها قبل التطوع، لأنها أهم.